يعني عنده خلال المرحلة الحالية ومدى تشوقه لإدارة النادي الأهلي في أول مباراة إن شاء الله هتكون أمام المقاولون العرب بكرة في بطولة الدوري الممتاز. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي لقطات من تدريب النادي الأهلي في هذه اللحظات، التدريب الأخير اللي بيستعد من خلاله. طيب ده كان امبارح، ده كان أول تدريبة لمستر بيتسو موسيماني، مش تدريبات هذه اللحظات. تدريبات هذه اللحظات هيتم الإعلان بعديها مباشرة، القائمة الخاصة بمباراة الغد، وبعد قليل التدريبات تقريبا هتبتدي أو شبه ابتدت وقربت تخلص كمان. في كل الأحوال نتمنى كل التوفيق للفريق وللجهاز الفني الجديد. خلينا نروح لحساب ساوث أفريكا بريكنج نيوز واللي بيتكلم عن تصريح